دهنا ايه؟ دهنا معلقتين زبده، معلقتين صلصه، وشويه توابل، ودهنا البتنجان كده ومقطعينه سمكه بالشكل ده، وهندخله الفرن حوالي 10 دقائق. 10 دقائق مش تسويه كامله. شايف يا جيمي؟ بص المنظر عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شويه صلصه طماطم، سنه من الزيت، حبه بهارات حلوه، ودهنا بيها البتنجان، والبتنجان السمك بتاعه يبقى بالشكل ده عشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. نحطه كده في الفرن ونقفل عليه درجه حراره 200 او اعلى درجه، 10 دقائق وبس. طيب عايزه تقليه؟ ما عنديش مشكله، بس صدقيني الطريقه ديت عشان ندلع البتنجان حلوه قوي. طيب تنزل مقاديرنا دلوقتي ونشوف ايه المكونات الباقيه اللي هنطلع بيها النهارده بتنجان متدلع. يلا مقاديرنا تنزل على الشاشه. عندي طاسه سخنه على النار، هنحط فيها حبه زيت علشان هنعمل زبده وهنعصج لحم. طيب اللحمه دي قد ايه يا رغده؟ ايوه جدع، برافو عليكي، انا طالبه ربع كيلو. طيب الربع كيلو بتاعنا ايه يا جيمي؟ بصوا كده، بتنجان رومي شرايح، معلقتين كبار من الصلصه، وشويه بابريكا، شويه زيت، حبه توابل، دهنا بيهم البتنجان بتاعنا وحطيناه في النار. طيب في الفرن. العصاج بتاعنا النهارده انا كل اللي محتاجاه ربع كيلو لحمه مفرومه، مش عشان اعمل غدا لازم ان انا اكلف نفسي كتير، لا هعمل لحمه، مفيش حاجه اسمها ان احنا هنعمل قرديحي ولا حاجه، لا مدخلين لحمه بس مدخله ربع كيلو. هو الربع كيلو ده هيكفي كميه البتنجان في الفرن؟ اه ربنا يطرح البركه كده، ونسمي بالله دايما واحنا شغالين، ونصلي على النبي في قلبنا كده واحنا شغالين علشان يطرح البركه في اللي احنا بنعمله. حبه اللحمه اللي احنا هنستخدمهم دول هنحط عليهم بصل وفلفل وطماطم وشويه ثوم وشويه بهارات، وهيطلع معانا كميه تكفي وتزيد كمان. طيب سامعاها ست الكل وهي بتتفرج عليا دلوقتي تقول لي ايه؟ طب ما هو كده العصاق كله هيبقى بصل، مش هنحس بطعم اللحمه. طب نعمل ونشوف، وهتشوفي هتحس بطعم اللحمه ولا لا. زبده وزيت، ننزل باللحمه المفرومه، يتغير اللون بتاعها، وعشان اطلع روايح حلوه هنغير اللون بتاعها مع رشه من الفلفل الاسود حلوه كده، عشان ناخد روايح في منتهى الجمال بالشكل ده. على ما يتغير اللون بتاعها عندنا ايه؟ عندي بهارات، وعندي توم وفلفل وصلصه طماطم وبصل وفلفل الوان. هيتحط ايه قبل ايه علشان يطلع الروائح بتاعه اللحمه واخد نتيجه مضمونه يا رغده؟ يلا صحصحي معايا. يلا. عندي صلصه طماطم، وعندي فلفل، عندي فلفل وعندي توم، هحط ايه؟ بعد ما مديت ايدي عليه بعد ما مديت ايدي عليه ماشي. هنحط التوم الاول مع اللحمه المفرومه علشان تطلع الروايح الحلوه. لا يا رغده غلط، اول مره تبقي غلط. حطينا التوم طلع الروايح الحلوه، اللون اللحمه نفسه اتغير، انزل بصلصه الطماطم. كل ده بيعلي التيست بتاع اللحمه المفرومه اللي انا هعصجها. نفس النظام، لو بتعصجي لحمه مفرومه لاي حاجه امشي بالترتيب اللي انا عامله ده. الريحه ايه؟ ايه رايك يا محمد ابراهيم؟ هو اكتر واحد الريحه طالعه عليه كده، بيعمل لي كده. بصوا حته ان احنا نحط التوم الاول مع اللحمه المفرومه بتخلي التيست بتاع الطبخه نفسها او التعصيجه نفسها تجن. نزلنا بصلصه الطماطم، عندي ايه؟ عندي فلفل حامي، مش الرومي، عندي فلفل حامي، وعندي البهارات بتاعتنا، حبة فلفل اسود بتاع الحياء بتاعنا، وادي شوية الملح كده. انا تمام وزي الفل. كل اللي انا حطيته ده مش هيطلع لي سوائل، كل اللي انا حطيته ده بيتشمع مع النار كده وبيبدأ ان هو يطلع لي روايح وبس، بيطلع روايح، بيعلي تيست وبس. طب هبدأ بقى انزل الحاجات اللي هتجيب سوائل. عندي فلفل، وعندي بصل، وعندي طماطم مبشورة. بنعمل ايه؟ اه طبعا. رغدة دلوقتي بتقول لي ينفع نعمل نفس الحشوة دي بس نشيل اللحمة ونحط الفراخ مع البتنجان؟ اه طبعا. انا عايز اقول لك حاجة كمان يا رغدة، ان احنا مش شرط في لما نيجي نعمل فراخ او حتى لو هنيجي نعمل لحمة مفرومة نجيب لحمة نية. لو عندنا ايه يا رغدة ممكن ان احنا نوظفه. وايه كمان؟
ماشي. انا هجاوب. طيب احنا دلوقتي عصجنا لحمه مفرومه، لو عندك متعصج زي ما رغده قالت كده انا ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم لو انا ما عنديش لحمه مفرومه ومثلا من قبلها بيومين كده عندي كنت طبخه بسله، طبخه باميه، سلقه لحمه وكنت مثلا عامله بيها فته، هل ينفع ان انا اخد قطعتين اللحمه اللي فاضلين دول ادخلهم في الوصفه؟ اه طبعا ينفع. ازاي؟ ان انا همسك اللحمه اللي هي المسلوقه او المستويه اللي هي من الطبيخ ديت، هبدا ان انا اقطعها مكعبات صغيره او انسلها نسايل صغيره كده او رفيعه، وابدا اعمل لها البصل وابدا اعمل لها الثوم بنفس الشكل ده كده، بقى عندي حشوه للبتنجان او ايا كان بتعمليه، ايا كان اللي بتعمليه، حشوه للبتنجان تدخليها في جلاش، تدخليها في سمبوسه، تعمليها في مكرونه بالبشاميل وتبقى زي الفل، ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. مش هتقول لا، اللي موجود عندك مش هيقول لا، وظفي واشتغلي واعملي اللي انت عايزاه مش هيقول لك لا، كل يوم عايز، واهم حاجه ان البيت يكون مستور وفي حاجه تتاكل. بصوا كده نزلنا البصل، ارجع انزل بالفلفل الالوان، نرجع ان احنا لكلامنا تاني اللي هو لو انا ما عنديش لحمه مفرومه اقدر ان انا اغير الحشوات؟ اه ادام في كلمه حشوه يبقى اللي انا عايزاه اعمله. طيب كنت شاويه فراخ، كنت محمره فراخ، كنت عامله فراخ بالبصل وفضل مني ورك، فضل صدر فرخه، اروح واخداه شايله الجلد من عليه، ابدا ان انا انسل اللحم بتاعه او ان انا اقطعه بالسكينه قطع صغيره، حبه بصل، حبه فلفل، حبه بهارات، خلاص بقى عندي عصاب فراخ. اعمل بقى بيه البتنجان اللي احنا هندلعه النهارده ده، اعمل بيه مكرونه، اعمل بيه جلاش، الف بيه اي حاجه، ما عنديش اي مشكله. ينفع في كل حاجه. بالشكل ده كده بصوا الحشوه ربع كيلو لحم بقى عامل ازاي. انزل بقى دلوقتي بايه؟ بالطماطم المبشوره، اخر حاجه نزلتها. اخر حاجه نزلتها، بص هو ماشي تمام قوي. بص يا جيمي تدق، لا في الفاصل بقى. بص شكله عامل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك، ريحته تجنن من الصلصه اللي احنا حاطينها مع شويه الزيت مع التوابل الحلوه وشويه البابريكا، ما عنديش مشكله. اقول لكم قولي لي قولي لي، طب اسالي سؤال عشان كنت اول حاجه على البتنجان. قولي لا مش هينفع، لا مش هينفع، هقول لك ليه حالا. رغده دلوقتي قالت لي ايه؟ سالتني سؤال وعايزه اقول لكم على حاجه، فايده الاسئله اللي رغده بتسالها او اي حد في الكنترول بيسالها ان الاسئله دي ممكن تخطر على بال حضراتكم وانتم بتتفرجوا علينا. طبعا انا مش هقدر اسمعكم، فهم بيفكروا يعني بيحاولوا بيطلعوا الاسئله اللي ممكن حضرتك تعدي على دماغك. رغده سالتني دلوقتي سؤال، قالت لي ايه؟ ما ينفعش ان احنا ناخد اللحمه المفرومه وهي نيه نخلطها ونعجنها بالبصل والفلفل والكلام ده كله وهو ني، ونحطه على البتنجان وهو ني، ونحطه في الفرن يستوي كله مع بعضه؟ لا. ليه؟ البصل هيجيب لك سوائل، اللحمه هتبدا ان هي تكش، هتكش، الفلفل هينزل ميه، البتنجان نفسه هيبقى طري، كل دوت طراوه في طراوه، هيستوي وكل حاجه، بس هتلاقي اللحمه كشت قد كده اهوت وشكلها ما بقاش حلو، البتنجانيه باشت خالص معاكي، هتيجي تاخديها يا رغده هتلاقيها مسيله كميه سوائل غير طبيعيه. طيب احنا لما بنسوي هنا بنعمل ايه؟ بنبدا ان احنا نشرب السوائل اللي احنا حطيناها. بصي احنا ما حطيناش اي سوائل، بصي البصل والفلفل والكلام ده كله والطماطم المبشوره هتنزل ميه، احنا عندنا ميه؟ مفيش ميه اهي، مفيش هنا سوائل، بصي بتتشرب اهي، فانا هسيبها على النار اهي، نيجي كده علشان ما يقولوش ايه ده انت ناقله الناحيه التانيه اهو، بصوا مفيش اي سوائل بتنزل، ليه؟ لان انا نشفتها مع التشميعه اللي انا عملتها للبتنجان في الفرن كده تمام وزي الفل. طيب انا ليه قلت هسيبه 10 دقائق واقل من 10 دقائق كمان؟ لان انا عايزه البتنجان هيكمل التسويه بتاعته مع اللحمه المفرومه والجبن بالشكل ده كده. انا مش عايزه ان هو يستوي تسويه كامله خالص، ناخد اللحمه وابدا ان انا اعمل كده، نقطع البتنجان يكون سميك علشان يبقى تمام وزي الفل. ابدا بعد كده اجيب معلقه والحشوه بتاعتي تمام جدا اهي، وهاجي مثلا نعمل كده،
بالشكل ده، شايفين كده؟ انا ضامنه ان هي ولا هتكش ولا هيجرى لها حاجه، هي اصلا مستويه فهتكش ليه؟ بالشكل ده كده. بنبدأ ان احنا نحط الحشوة بتاعتنا على اول طبقة من البتنجان. عندنا طبعا ميكس جبن، ودايما بقول لكم لو مفيش جبن مفيش اي مشكلة ممكن نشيلها، بس المرة دي ما ينفعش اقول الكلمة دي. ليه؟ لان انا المرة دي محتاجة ان الجبن تكون موجودة. هتاخد تسوية شوية مع البتنجان وبعد كده احط الجبن بعدها. رغده بتقول لي هو انت هتحطي الجبن من دلوقتي ولا هتدخليها شويه مع البتنجان؟ هدخلها حوالي دقيقتين، 5 دقايق بالكتير. حاضر، اخلصه بس بالشكل ده كده. الخطوه بتاعت الصلصه اللي احنا حطيناها ودهنا بيها البتنجان دي مهمه جدا 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 جدا. كده عندك بقى هنا اختيارين. لو انت مثلا عندك بتنجان قليل، يعني هي لقيتي بتنجانتين في البيت ومش هيكفي ان انت تعملي طبقتين بتنجان، ممكن نعمل طبقه واحده، ما عنديش اي مشكله. بس انا النهارده عشان انا عايزه الوصفه ان هي يكون فيها طبقتين بتنجان، فانا عامله البتنجان على القد. انا شلت لك البتاع. بصوا كده هعمل ايه. هنا حاجات بسيطه يعني، خدي نصيبك صبر. انا قلت لك هدخله الفرن 5 دقايق بالكتير وبعد كده هحط له الجبن، صح ولا مش صح؟ انا قصدي على الجبن اللي على الوش، مش قصدي على الجبن اللي هتمسك الطبقتين مع بعض. عرفتي؟ فعشان كده انا هنا مقلله الجبن خالص كده، يا دوب حطاها في النص علشان تمسك معاها طبقه البتنجان الثانيه. ما انا هحط طبقه بتنجان ثانيه، ولو اتحطت من غير رشة الجبن البسيطة اللي انا عملتها دي مش هتمسك فيها، فانا محتاجة ان حاجة تمسك لي الطبقتين مع بعض. ايه اللي هيمسك لي الطبقتين؟ صف الجبن او حرف الجبن اللي انا حطيته ده كده عشان يمسك لي البتنجان سوا. واروح شايلة كده يا جيمي. بصوا طريت ازاي، شايفين؟ بص يا محمود، كده شايفين بحاول ان انا اخد كل بتنجانيه مع اللي قدها. تمام. تمام. إيه لو عملنا كده مش هيبقى فيه وش. رغده بتقول لي ايه دلوقتي، وده ردي عليها. بتقول لي انا متعوده لما بتكوني عايزه حشوه تتمسك بتروحي حاطه فيها بيضايه علشان تتمسك مع بعضها وتكمل تسويتها علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه، فليه ما سبناش اللحمه المفرومه تبرد شويه وبعد كده عملنا عليها بيضايه وحطيناها علشان لما تكمل دخولها في الفرن تكمل تسويتها وتبقى ماسكه في بعضها ونستغنى عن مرحله الجبن. رديت انا على رغده وقلت لها يا رغده مش هينفع. ليه؟ ما هو كل حاجه ليها سبب، مش اللي هو مش هينفع وخلاص. طيب انا لو حطيت دلوقتي البيضايه مع اللحمه المفرومه ودخلتها الفرن واستوت، هل شكلها من على الوش كده هتلاقي فيها حاجه مختلفه؟ هتلاقي هي هي اللحمه نفس النظام كده، مش هتلاقي، مش هتديكي الطبقه اللي انت حطاها في دماغك، يعني مش هتديكي شكل اللحمه المفرومه وعليها مثلا بيض من على الوش كده او التغليفه بتاعت البيض، مش هيديك الخطوه دي. فهتبان ان هي اكنك ايه حاطه على الوش ايه عصاق بالبيض او لحمه مفرومه بالبيض او زي شبيه كده البلوبيف بالبيض، مش هيديك الشكل اللي انت محتاجاه رغده واللي انت عايزاه. علشان كده بقول انا دايما ممكن اقول مش عايزه الجبن وممكن نستغنى عنها لو ما عندكيش، بس النهارده لا، انا محتاجه الجبن ضروري علشان تمسك لي الاصناف بتاعتي.
طيب انا حطيت كده خلاص الطبقات بتاعتنا، هحطها في الفرن، هتكون اتشمعت شويه، واروح راجعه من الفاصل حاطه جبن على الوش، هغطي اللحمه المفرومه اللي حضرتك شايفاها دي خالص. ليه بقى؟ واروح مدخلاها تحت الشوايه تبدا تسيح، تنزل تمسك لي الطبقتين مع بعض، يبقى احنا اللي دلعنا بسم الله ما شاء الله. بصي يا جيمي، بص بص الدلع، بص يا حوده، شايفين؟ شفتوا منظره عامل ازاي؟ نفكك الجبنه كده ونبدا ان احنا نحط الجبنه على الوش علشان ندخلها تحت الشوايه دقيقتين ثلاثه، ودي مش مهمه الفرن ولا مهمتي، دي مهمه مين؟ محمد ابراهيم هو اللي هيتابع الفرن. الرخامه عندنا نظيفه، فاللي بيقع دوت شيء طبيعي ان انا اخده واحطه حضرتك، وفي البيت وفي المطبخ لو وقعت منك حاجه على الرخامه اكيد مش هترميها، عشان الرخامه زي الفل وبيتك زي الفل. احنا كمان هنا الرخامه بتاعتنا زي الفل. بالشكل ده كده ندخله بقى تحت الشوايه، الجبن تسيح وتاخد لون حلو كده، ويا جماله يا جماله يا دلعه اللي هيطلع من الفرن. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان اللي انتوا شايفينه ده ممكن ان احنا نعمله حلقات بتنجان مدوره ونحطها في قوالب فخار. معايا رغده؟ ايوه بالظبط، تاخد شكل الطاجن نفسه، اللي هو تبقى البتنجان مدور وياخد شكل البتنجان نفسه. محمد ابراهيم كلم، يلا بينا، يلا تحت الشواية دقيقة، فرن عندنا أصلا سخن، فأنا مش محتاجة غير إن الجبن تسيح والوصفة أصلا كلها استوت بالشكل ده كده. نقفل الفرن ونسيبها تسيح. بعد ما دلعنا البتنجان وطلعناه من الفرن بالشكل كده، بالشكل ده كده.